يعطيك ألف عافية يا نور. الله، أنا بس شوف منظر الدولة على النار بنبسط. بلشت السهرة. بلشت السهرة بعد الأفطار. لك ماريتا وين طلعتي؟ لا لا ما رح عم ترقص فوق ماريتا. لك هاي ليش ما بتعرف حبيبي؟ دخل القلب أنا. الأفطار هون. عندك بس تشوفني فيت على المطبخ عم سوي شيء بتقف. يلا انزلي انزلي لعبي اخواتك انزلي. يلا جاي اساعدك. يلا مريتا انزلي بابي. انا بحب ادم. يلا انزلي ادم. بس ادم وليام. بس ليام ماما ليام هذا خده احمر. خده كبار خده كبار. قولي ما شاء الله قولي ما شاء الله قولي ما شاء الله قولي ما شاء الله ما شاء الله. دخلي قلبك يا ماري. حركاتها حركاتها بتجنن هالبنت. يلا اجيتك نور. انت الله ما يحرمنا. شوفوا ها شايفين تفضلي. هاي فنجانين وهي فنجان الي وفنجان الك فنجان لماما وفنجان لسوسو. سيدرا ما بتشرب قهوه. بدك انزل لك شيء كمان لانه لك صحون بخلوني المهمات الصعبه لفوق. صحون الفناجين تفضلي. وهي الصحون. تكرمي نور تكرمي نور الغاليه والله. عم تعدي أربعة اثنين بدي هدول خمسة. دعمتك أعطيت لك واحد زيادة بس هن مو هي مو كتير عالية. شو قصدك يعني؟ والله طولك بجنن لو ما كنت كلك على بعضك بتجنن. ليش أنا أخذتك؟ دخيل قلبك عيونك حلوين. لك تسلم دايما هيك بتخجلني. شو غلت المي؟ غلت المي نور. عادي عادي شيلها. غلت المي شيلها شيلها. لا لأما شيلها. لا حطها على جنب بس أخلص. حط لها القهوة آخر شي. حبي من القهوة. آخر شي هلا تزبط الترتيب والحركات. أنا فكرت المي باردة طلعت المي سخنة. إحنا كل يوم بعد الإفطار اول شيء اللي بيصير تنضب الصفره بتعمل حفله نور للبيت وبعد هيك بتفوت بتعمل دوش وبتغير ثيابها وبعدين بتبلش وننظف. بعدين بتبلش القعده ما بعد الافطار. عن جد ما بتتخيلوا انه المطبخ كيف عم بيصير بعد الافطار. ايه ما شاء الله. بدنا اقل شيء اقل شيء ساعتين لحتى ننظف ونرجع كل شيء مكانه. عن جد كل شيء بيقوم وبيقعد. بس بتعرفوا شو الشيء الحلو انه كلياتنا منفز قومة وحدة نتساعد كلياتنا مع بعض. انا ونور واسراء وسيدرا. فلهيك انه بيخلص الشغل على السريع. المساعدة ما في احلى منها. محيلي شممين ريحة القهوة لك. انا راسي عم يضرب ضرب. بس لا تقولي ما عنا بن. لك عنا والله. فمش العلبة حسيتها فاضية. لك عنا عنا شممين والله. يا لطيف. يعني عن جد بعد الافطار ما في شيء بيفتح الراس مثل فنجان القهوة. ان شاء الله عوافي قدومي. يلا طعمي ليام كمان طعمي ليام. تخيل قلبها كثير بالها اخواتها. انا مريتا هيك عم بيجوا لعندها. قال هيك كلن اليك بالعافيه يا عمري. في كمان ان شاء الله هنا. ديري بالك عليهم. ايه حنساوي القهوه ونجي. هلا لازم شو كمان نشغل البخور. جايبه بخور بجنن. بس عصام رح يخلص. ها ما تاكلي هم. لازم نجيب كمان. ما تاكلي هم. رح اجيب لك صناديق. البخور اهم شيء. رح اجيب لك صناديق. هي خليها لامك لانه بتحب الرغوه. كفو والله. يا سلام عن جد ريحه القهوه بتشهي. نور بشكل يومي تبخر البيت. هذا البخور يعني اول بخور بحياتي بحبه لانه ما بوجع الراس. بتعرفي ريحته كثير حلوه. ايه وعلى فكره لما اكون محممه شعراتي وبحط بخور بيعلق الريحه بتضل اسبوع بتعشق ما بتروح. سوى ريحته بتجنن والله. ايه والله كثير كثير ريحته حلوه. هلا انت مشغلتيها يعني مشان تبخري شعرك ولا البيت؟ لا البيت بخر حالي ما. كله كله شكل نوع. ماما طمنيني كيف القهوه اللي سويتها نور؟ يا عيني غير شكل. يا عيني يا عيني والله انت تعملي كل شيء منيح. الله يسلم دياتك يا نور. شوفوا القعده الحلوه. شو مبسوط انت جنب تيتا؟ مبسوط يا عمري؟ شو صار معه؟ الهي شو اسمه البلعوم رح يطلع لما ينفخ هون. بده ينفخ بده يطفيهم. بس تعرفي انه ادم وليام هالفتره كثير مبسوطين برمضان انه عم يسهروا معنا. ايه عم يسهروا للصبح وما عم يفقوا للظهر. لانه نحن عم نتقصد مخليهم سهرانين مشان ما يصحوا لنا الصبح بكير. ايوه بكير. مامي عم تحكي؟ مام مام عنا قدوم. ليش هي ادم هي قدومه لك قدومه كمان عم ينفخ. ايه ليكو ليكو هابي بيرثدي داي تو يو. يلا قرب انفخ. هلا هن بضلوا بيقربوا الشمعات اللي
انه مو حقيقيين. ايه هدول تلاقي بشعرهم كلهم بصفصفوا لي شيء 10 جنب بعض. هدول هدول شايفين هدول السماعات البلاستيك. لا بصفصفهم كلهم هيك صف مثل صف العسكر. بطفيهم بيرجع بصفهم، بيرجع بشغلهم بيرجع بصفهم، وهكذا بضل شيء ساعه. ايه ما هن عاملين لعبتهم. ايه خلينا لعبتهم الجديده بيتوه في انا وانا بنبسط. يا الله ما اقنع. شو سوسو عم تشربي قهوه؟ يلا خلي الراس يشعل شعل. انا عم بلش هذا التمر بالشيبس جايبينه معنا من السعوديه. طيب كثير طيب. طيب بس طري 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 فوق ما تتخيل. هو اسمه رطب والله. كثير طيب. طري واشقر. الله على الشقار. الله على الشقار. امشي الشقار والله. حبه التمر بتشهي والله. طبعا كلوا اي شيء بينفسكم. بعمل لكن حبيبي ما توصي. ما تقولي لي بكره انا يا ريتني شربت عصير رمان، يا ريتني شربت كذا. اللي بيصوم لازم يكافئ حاله ياكل. لازم. عنا حجه نحن، عنا حجه. اعطيها اعطيها دسم، اعطيها دسم لنور. انا بعرف هي ليش. لازم تاكلي. هي طعميني مشان تسمي. والله ما تحرمي حالك. ما تحرمي حالك. لانه نور ما عم تاكل. عم طعميها يا الله. انت ليش هيك تعمل؟ نور ما عم تاكل. انه انت ليش رجعتي يا اختي؟ قال عم تدير عم تدير بالها على حالها برمضان. شهيتي. عم تدير بالها على حالها برمضان. خلص انا حاكل معك كمان. لكلي بالعافيه بالعافيه. بالبول هذا. يا جماعه احلى شيء لما نور بتظبط السهره وبتحط شموع. بيجوا الاولاد بينطفوا الشموع كلها. لكن انا بحب احط شموع. يلا. يلا يلا فخيم فخيم يلا تطلع فينا. يا عيني يا عيني. يا علي علي علي. انا برايي لبقى تحطي شموع. انا هن بيطفوا انا برجع بشغله. هن بيطفوا انا برجع بشغله. شو علي بدي كمان. ها شفت شو بدك؟ بدنا نرجع نشغلها اياهم. لا ماري حاجه. انا برايي نقضي السهره على طفي شموع وشغل شموع. شغل شموع وطفي شموع. تعي شوفي اسراء شو عم تعمل. عم تاكل باميه. عم تاكلي رز قطعت عليه مش الحال. ان شاء الله بالعافيه. ولا الباميه بس كيف الباميه؟ والله الباميه انا اصلا قد ما بشرح عنها تقولي بعمري ما شايفه باميه. بعمري ما شايفه. هي على فكره ما اخذت منيح. ازري شو قالت لي احنا قاعدين برا؟ قالت لي انا ما تهنيت بالباميه. بدي اكل هلا. بس ما عم تقول فتحت شهيتي لما ذكرت. مشان تعرفي ضربي علي طبخ الباميه. الباميه والله ما بحب الباميه بس لك هاي بابا. هاي انا طبختها. لك ما عم اقول لك انا والله انا طبختها. هاي الباميه لك حركات. شو جاهزه؟ حضره حالك. ايه بدي انزل. وين رايح؟ لازم شويه اغراض. لازم ننزل. احلى شيء انه في محل هون بيفتح على مدار الساعه 24 ساعه بضل فاتح. هذا احلى شيء. هذا اكثر محل مروق عليه نور. هذا المحل على مدار الساعه ترتيبي وترتيبي. عشان انت معنا على بالي فيني اروح. يلا رايحين نجيب غرض انا وبابا. بدك شيء اجيب لك معي؟ ايه شو بدك قولي لي؟ هذا التفكير. هذا شو بدك اجيب لك معي؟ دبدوب. دبدوب؟ بدك دبدوب؟ ايه انا رايحين نلعب هالالعاب. انت شو بدك ماما اجيب لك معي يا عمري؟ شو كله لعبة. دخيل قلبهم. بدك لعبة؟ هن دائما روح قلبهم الالعاب الاطفال. اي طابل فيه العاب. اوكي وانت شو بدك اسرع؟ شو بدك شيء؟ انا بدي شو بدك انا بدي اطلع معك جيبي لي اياها. يا الله انا برايي انا برايي حياتي خلينا نقعد بلا ما نروح. لا انا برايي تعال. لا انا برايي تعال نهرب نعمل حالنا ما شفنا شيء. يلا يلا هربي 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 يلا. النور شو بتقلي؟ بتقلي اهم شيء تذكرني بالبخور. اهم شغله انا رايحه مشانه تذكرني بالبخور. لا تخاف رح ذكرك. ما تاكلي هم. انا رايحه مشانه لان رايحه مشان البخور. خلص اليوم اخذنا التوفي حطيتك. هلا وصلنا يا جماعه على المحل يلي نور دائما بتجي عليه. بس ان شاء الله ان شاء الله ما تاخرنا هلا. لا ما راح اخرك بس راح اخذ اخذ غرضين ومشي. يلا ابيض وفي منه احمر وفي منه اسود. انا برايي تاخذي لي ثلاثه. والله ايه خذي لي ثلاثه. عندنا الابيض صح. ايه عندنا الابيض. هات لي شو بدك تجربه. لا هذا هي ما هي مفتوحه. هي مفتوحه. جربي لنا الاحمر كيف. لا هذا لا. هلا هذا عود بس هذا ريحته مثل ورد وهيك. هذا مو حلو. حلو الاسود. شم والله حلو الاسود. ما شميت ما باخذ. ايه لازم. هذيك المره قالوا شممني اذا ما شميت الريحه مستحيل اكل. هاي تبعنا شم. بس هذا احلى شيء كانه. والله بس كمان الاسود حلو ريحته بس اخف. لا هذا احلى الابيض. والله ايه والله انا برايي خليك على الابيض. هذا خفيف كثير. بس حلو ريحته. ولازم الاسود يكون اتقل. اللي بتعرفه احسن اللي بتعرف عليه.
الله حظك حلو. هاي فراولة. هاي فراولة. لأنه نور جاي على بالها أكلة حلو. بدها فراولة. أنا أضحكها. جبت كيس فراولة، تمام؟ أمنت إنه في عندي فراولة فريش بالبيت. جيت بدي أعمل أكلة لقيت لك شوية تاكلينها. إيه بالعافية على قلبهم. إيه صح ولا بس إنه. جيت بدي أعمل أكلة فلقيت إنه ما عندنا فراولة. إيه إنه هي مأمنة إنه في عندنا بالبيت على أساس. أنا فتحت البراد ما لقيتها، بعدين شو قالت لي مريتها؟ ما هو احنا كنا الفراوله كلها، قلت لها عادي صح ولا بدها تختار شيء للفتوش تبعها، هلكتنا بالفتوش برمضان. شو فيه؟ ايه هذا حلو اذا بدك. شايف مزينه؟ بس كثير حسيته انه هيك حسيته كانه خرج فواكه. ايه هو لفواكه اكثر. ما عجبني. لا بنشوف شيء ثاني. ما عجبني. بالله عليك هذا بيجي. شو هي؟ هي كلها مسويه للفتوش. لك لا بالضبط نظري. اه بس حلو هذا الزيت. هذا مثلا طاوله كبيره وبتحطي بقلبه اي شيء. لا مو فواكه مثلا شيء. بس كثير كبير شو؟ شيء معين ما بعرف شو هو بس. بس حلو شكله. ها؟ ايه شكله غريب انا لفت نظري. شوفي في عندك هاد وفي عندك هاد وفي عندك هاد وفي عندك هاد. بس احلى شيء انه نور ما عجب شيء. ما حبيت. قالت لي على كثير طفح مدري كيف. لا ما بعرف مين ما عجبني. هلا هاد ما هو شيء بس حسيته كمان كثير اوفر يعني. ايه كثير عالي؟ انه كثير عالي. كثير كبير وعالي. اهم شيء الغطا. الغطا مشان ما يدبل. ايه بس احلى شيء انه ما اعتمدت على الفتوش. على هذا جات الفتوش. ما عجبوني. ما عجبوك يا؟ كان عندك اربع انواع. والله ما حلوين. ايه بس بتعرفي انه عن جد عن جد اللي جايبتيهم قبل بمره احلى. والله احلى اللي عندي بالبيت احلى. ايه والله. يا عيني عليكي يا نور يا عيني بدها تحضر لنا نور اكله حلو خرافيه. اهم شيء اكله الحلو تكون سريعه وسهله. من تحديات نور كمان. انا دائما بحب الاكلات اللي بتخلص بسرعه وما تكون صعبه. ايه اهم شيء اكله الحلو تصير على السريع وتتاكل. ايه هلا هي كثير طيبه بس تذوقها هتعرف انه كثير طيبه. اعطينا المقادير فوتي علينا. لا المقادير كثير سهله وموجوده بكل منزل مثل ما في موجود بكل مصر موجوده بكل بيت. ايه لا عن جد كثير سهله. عندي هون 800 جرام فراوله فريز فراوله بس اخذت نصه وخليت نصه بدي استعمله بعدين. تمام نبلش؟ ايه رح نبلش. يلا بسم الله. هلا اول شيء رح احط الفريز. يا عيني على الفريز يا عيني. اضربه على الخلاط لحتى يصير يا عيني شراب. عليك يا نور. يصير شراب. شراب. عصير. شايف منظره؟ بشهي والله. حبي العصير بيكون مريء مثل مثل المي. اما الشراب بيكون خاطر شوي. هي الفرق. اسمك. شوفوا الفن انتم بين العصير والشراب. الفن الشراب شيء والعصير شيء. وشوفوا وين حاطه البخور صامطه قدامها. لا لانه هلا طلعت حطيتها هون ما حطيتها صامطه. هلا خليني اول شيء. يلا بسم الله بسم الله. في الفريز انه هو بيطلع له هيك مثل اشياء عرفت كيف؟ ايوه يا عيني عليكي يا نور يا عيني عليكي. هي اطيب واسرع اكله حلو طبعا. لا بدها فرن لا بدها اي شيء طبعا. ريحه الفراوله عبت البيت. ايه شايفها. واهم شيء مكوناتها موجوده بكل منزل. ايه هي اهم كلمه. حرام عليك كنت صبيتي لي اياهم بكاسه. ليش ما صبيتي لي اياهم بكاسه؟ في كمان اذا بدك. لا لا بمزح معك والله ما في اي مشكله والله بمزح. هلا شو حنضيف؟ شو حليب؟ حليب كاسه كاسه. هاي كاستين وهاي ثلاثه. رح نحط هلا معلقتين نشا. النشا كله على البارد. كله على البارد. ايه والله الأكلة سهلة هي خالصة كثير سهلة. هلا بنضيف السكر. حركة بركة والله. نص كاسة سكر. يا عيني عليكي خالصة. بنضل بنحركهم على البارد لحتى كلهم يتجانسوا مع بعضهم. وشو كمان؟ فانيلا. وظرف الفانيلا. هلا إذا ما عندكم فانيلا عادي ما تحطوا بس أنا عم بعملها اجتهاد شخصي. يعني تعطي طعمة أطيب. هلا بحركهم 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 بعدين بحطهم على النار لحتى يتجانسوا مع بعضهم ويصيروا هيك إنه القوام السميك. هدول ما؟ ايه يا عيني عليك. عادي بصير بالعكس منظرهم حلو هيك. بس نور عم تقلي لسه في كمان بعد هي رح تسوي إيه؟ مثل الصوص بالفريز. هلا هلا يا عيني عليك. بلش السكب بلش. كفو والله نور. شايف كيف هلا هاد سمك بس لما بيبرد بسمك اكثر. ايوه انت شايف اللون؟ اللون خرافي. لون زهل. ايه
هلا نور حطت هدينك بالبراد. قديش بدهم تقريبا؟ نص ساعه. نص ساعه وهلا بتتحضر هي كفو. هلا حط الصوص اللي حنحطه على الوش. حنشتغل ونوطي صوتنا انه الاولاد نايمين. يلا بسم الله. السكر. السكر وهون الزبده. اخذت نص تقريبا هي 50 جرام. والله وصفه نور الشهيره هي. حنحركهم هلا مع بعضهم لحتى يتجانسوا. بلش تطلع ريحة الزبدة والسكر. والسكر ايه؟ سقط هدول؟ لا استنى شوي تتعقد. لك ليه؟ ليك ما احلاهم؟ طول بالك انت دايما بصدك محروقة. لازم تتعقد يعني كيف؟ ايه يعني تصير انا ايش قاربة على بني. اه قصدك ايه. يتأمر السكر. ايه لك يعني لازم. عم نطبخ هون سكر بالزبدة. بس والله ريحته حلوة ها؟ حلوة. هي عصام اشتهى هو قال يحرك اللي بعديه لي خليني شوي احرك. شايف كيف صار اشقر؟ عم تصير اشقر. شايف؟ يلا حط الفرن. بلشت على هيك على بني. شايف كيف؟ خليها شوي كمان شوي حمي شوي اكثر الزبده حميه. يلا حط هلا هذه الفراوله. يلا نزل الفراوله شوي شوي. يلا ايه نزلها. ايوه نوش نوش تحت نوش. ايه ما تنعزي. بحس انه صار عصام نوش تحت على نار هاديه. على نار هادية. احنا شيء عصام واقف عم بيحرك وعم يسخن وعم يسرد باللي معناته. وعم بسألها لنور اسئلة غريبة. بيعمل مربى. هلا هيك بيعمل مربى قالت لي ايه. حتى قالت لي هي بتحب المربى الورد. اي أيوة والله انا كثير بحب المربى الورد. لا انا ماني داعي المربى الورد. قال لي انه ورد ورد. ايه الورد. الورد اللي بنشمه؟ لك الورد ورد لونه زهري بس بيكون فيه نوع معين من الورد. والله هيك بينتفوه بحطوا له سكر بيفركوه. بعدين بيسووا مربى كثير طيب. بعدين بيطبخوه هيك. ايه بيطبخوه مع السكر وهيك كثير طيب مربى الورد. شي يوم بس رحنا على السوبر ماركت. بس انه الورد مو فاكهه يعني. ورد بيتاكل مربى الورد والله كثير طيب. بعرف الورد بحبه مع الجبنه انا بيطلع كثير طيب. ولا جيبي خياره بحط لها مربى الورد وكلها. يا ويلي شو طيبه. عصام بيصفن فيه. انت بتحبي اكلات غريبه عجيبه. والله بتجيبي اكلات نور. بس والله جاي افرجيكم هون شو عم بيصير. فرجيهم فرجيهم. يلا ها فرجيكم شو عم بيصير هون. ايه هون عم نعمل مربى. هلا هذا مربى الفراوله. الفراوله بكره بنعمل مربى الورد. والله متعقد تعقيدي غير شكل. ايه كان يعني. شوفوا شو عم تعمل. شو عم تقلي؟ عم تقلي على الهواء؟ لك عم بردها. اه عم تبرديها انت. دائما لما يكون الجو بارد نطلع الشغله لبرا تبرد. تبرد. شو نسيت بالسويد؟ اه بالسويد. دائما بردين اكيد. هلا بالسويد برا مجمده اوكي. الجو بارد. ايه الجو بارد. هلا صار شوية ايه شايف منظرهم والله بردت بسرعة لأنه لازم تتبرد هي. ايه خلص لفح الهواء. مو أحسن ما استناها جوا؟ قلت لك أكلة سريعة. والله أكلة سريعة. حتى عم تبرد على السريع. شو لازم هي تتاكل بارده بارده عم تقلي لي؟ ايه هي لازم تكون بارده بارده. والله ايوه. هلا نور هون عم تزوقهم. عم تزوقهم هلا هاد بنحطهم على الوش. يعني والله المنظر بشكل. بعدين بنحطهم بالبراد ننساهم خالص بناكلهم. الله يسلم الدياب. شوفوا المنظر بصراحه بشهي صح؟ بشهي والله. الله يسلم دياتك. عامله كمان كانت نيه. الله يسلم دياتك. شوفوا لي المنظر الخرافي عن جد شيء بشهي. بس حبي هلا انت ما فيك تاكل منه. الله يسلم الديات. والله شكلي انا حغافلك وتمش لي وحده وعذبها. استناها ايه برضه ولا بتطلع اطيب. طيب رح اكلها مثل ما انت بتقولي. ايه. لانه نور عم تقول لي هي اذا بردت بتطلع اطيب. طبعا لازم تتبرد لانه هلا انا تحمست. انا لما بتبرد حتى هي اللي تحت بتمسك اكثر بتصير مثل المهلبيه عرفت. الله عليك. وهلا هيك قالت عصام ونور رح نختم معكم الفيديو. بس قبل ما نختم الفيديو رح ناخذ ثلاث اسامي مثل ما عودنا. كون معنا مال الشام من سوريا وساره من ليبيا ومريم طاهر من الجزائر. واذا حابين يطلع اسمكم بالفيديو اللي جاي اكتبوا لنا تحت بالتعليقات اسمكم ومن اي بلد عم تتابعونا. ما تنسوا تحطوا لنا لايك للفيديو. اشتركوا بالقناه اذا ما لكم مشتركين لحتى تكبر عائلتنا. وتابعونا كمان على الانستغرام والسناب شات بتلاقوا روابط صندوق الوصف تحت. بنحبكم كثير كثير. بنشوفكم ان شاء الله بالفيديو اللي جاي. وسلام.